وشوشة. حالة بقى غريبة جدا، وانا على التلفزيون وفي دبي ومكسرة الدنيا، امشي في دبي وامشي في لبنان الناس توقفني وتتصور معايا، انزل مصر هنا بابا وماما بس اللي عارفين. الراديو بقى الناس بتوقفني وبتسلم عليا. لا طبعا على موضوع داليا بقى ده حدث ولا حرج يعني. في ناس بتقول لنا ان احنا صوتنا شبه بعض. ما انا بقول مش عارفه يعني، سبحانك يا رب، لانه انتوا لو شفتوا اخت داليا وشفتوا اختي هما بيتهيالي هما كمان ينفعوا يبقوا اخوات. يعني انا مش شبه اختي يعني، هما بيتهيالي اخت داليا شعرها اصفر وطويل، وانا جيجي اختي شعرها اصفر وطويل، فيهم حاجه مش لازم شبه بس يليقوا يبقوا قرايب. فانا مش عارفه الغلطه جايه منين، بس يعني هو في اتنين شبه بعض في حته واتنين شبه بعض في حته، بس يعني لازم نسال بقى في الموضوع. يعني بعمل ورك شوب تمثيل اوريدي، بخلصها خلاص يعني. شروط مش شروط يعني، ما اعرفش اشترط من دلوقتي لان انا ما دخلتش الموضوع، بس انا عارفه ان انا همشي برضو فكره ورا احساسي. يعني انا لو لقيت حاجه حلوه هعملها، ولو لقيت ان انا مع ناس صح ومتوظفه بشكل صح ممكن ده يساعدني ان انا اعمل الخطوه دي يعني. وبرده باخد ورك شوب تمثيل ليه؟ لانه عشان زي ما قلت لك، زي في الراديو انا شايفه في التمثيل ان لو اللي هيديني ادوات ان انا ابتدي، انا باخد ورك شوب تمثيل مع ناس اصغر مني وناس في مهن مختلفه خالص، ومبسوطه بالتجربه برده جدا. برده حتى دي شفتها بطريقه مختلفه قبل كده، خلاص انا مش عارف ايه، كل شويه التفكير بتاعنا بيتغير، والحاجه اللي انت كنتي مستصعباها بقيتي تقدري تعمليها. يعني انا كنت شايفه ان انا لا ما ينفعش، الناس هتضحك عليا والناس هتقول ايه وبتاع، المخ بيتغير والحاجه بتبقى واضحه قدامك. انا ما بحبش حد يقول ايه اشمعنى، يعني لا اشمعنى ده بكتفي، يعني اشمعنى انا موجوده في الحته دي وبنجح فيها عشان انا تعبت على نفسي فيها، ولا عندي واسطة، ولا يبقى علي علامة استفهام، ولا مين، ولا لا لا لا. أنا الشغل في كل حتة أنا بحط رجلي فيها أنا ببقى معتمدة على ربنا وعلى أمانتي أنا في أن أنا الحاجة اللي أنا مسؤولة عنها أطلعها على أكمل وجه. فلازم تبتديها from scratch، يعني ما ينفعش تعتمد على أي حاجة تانية ولا على تجارب سابقة حتى. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.